اسحب كذا كذا شيخ ماجد ارجع لكم حبيب اليوم مقطع جديد اسمك تعال اليوم ميمز ندخل في سيرفر فوز كالعاده حللنا ام 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 لكن ما عندنا اللي هو فبندخل عليه بنشوف ميمز فلا تنسوا لايك واشتراك في سيرتون جديد عن ضغط صورنا اي كلمه تبغى سنابات صلوا على النبي سبحان الله نصادم ليتس جو نبدا المقطع طبعا يا عيال انتوا راح تشوفون مقاطع ميمز فيها فواز فاكيد لانه داخلين سيرفر يعني ازرق باذن الله ازرق مو بس ازرق امبابي بعد لا امبابي ازرق ان شاء الله بنفسجي الله يرضى عليك انا اضمن لك محمد صلاح باذن الله لا تكفى انا ابغى الازرق فنجانه مشروب باذن الله السلام عليكم يا شباب سحب على فواز تستاهل فواز عشان مره ثانيه ما تتكلم لين ما حد يقول لك اقول لك كنت بديتك بس لا تصدق حبيبي بلا خيار هذه تمثيليه بس كذا اكل كف صدقي سبلوة افريقيا انا ما ادري حس دول يقولون واتس يور نيم واتس يور نيم واتس يور نيم واتس يور نيم شايفين عرفته عرفت دكتور قال امي ارتاحي يومين ام اليوم الثالث يا امي اقسم بالله العظيم دكتور يقول ارتاحي ثاني يوم عزل البيت كامل ليش تقول خاف حد يموت والناس تجينا ليش تفاولين بشر اصلا يا امي لا ما عليك التجميعات لعبتي اللي مشي هذه ريموت هذه ريموت هذه قيور قيور نعم تماتيك ولا عادي في منها العيد ومنها التماثيل ومنها ارضي ارضي ايوه انا قالوا جيب لا تضوي الا معك تضوي الا معك ارضي غير ارضي وين الارضي يا وين الارضي نبغى لنا غير ارضي 15 غير ارضي او الكيبورد سبحان الله كيف صار ريموتات ما ادري سعيد الماضي عندي لك مثلا كان واحد جاء لامك وقال لك او انا اقول لك عطنا السيفي حقك عطنا السيفي وش السيفي السيفي حقك انا سفيه انا ما انت مسفيه لا لا والله ما انت مسفيه ما ممكن سفيه يا مسلم يا عيال عبد الله ذا رهيب والله العظيم افضل جد سعر الرجال طبعا سعر الفيش صرف له انت فك وسلك صح بس عيال احمد ربه ما طقت على عينه كانت تلعب فاتسو ودع الحبيب والله العظيم انه ودع اذا تبي تنسينا استر على يعني انا منذ الصغر يعني او شيء كنت متابع الشخصيه هذه هذا اولا يعني انا شفت المقطع هذا قبل ودي افهم هذا نفسه اللي نسمها يا اخي انت ايش كنت تفكر فيه وقتها قاعد بلقاء تلفزيوني بث مباشر لو انا على قولت الاستاذ كان صميتها اعطيت له شرشطان الذبه فيها تطحن اخذ من الزبده ايوه مزبوط ايوه تاخذ من الزبد الزبده هذه من وين من الغنم لا اقل من ديودي يا اخي ايش سالك الغبي ذا اكيد الزبده من الجمال زبده كنز اهلك يحسبونك شاد حيلك وتذاكر انت في الغرفه تسوي برافو اليوم زواجك ما صارت نلعب ماني فاضي الحين هذا بليوم رهيب لا يا رجال الصداع هذا حله هنا جرب ما عليك واحدة بواحدة كيف حشي بابو هلا تفضل تفضل حيا هلا حيا شرفوك يا هلا يا هلا يا هلا هلا والله هلا هلا يا هلا تفضل تفضل حياك شو تسوي خبي 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 اليوم دخلت العيال لقيت وضع مش ولا بد طلعوا معبين الطاسه وتعطيهم مخدرات عجيب اليوم ما قال طلعوا سلاح صح بيو 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 اخي رهيب ذا نقل علوم امريكا ويجي اخوك الصغير اول ما يصحي فيه يلعب سوني استغفر الله العظيم يا هذا ايش هو بنت اخوي Oh!
يا عيال والله العظيم الله حماه. ماجورين كلهم بستع. بسمه 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 ما هو بس بسمه. السلام عليكم ماجورين كلهم بسمه. بسمه هي هي شلون؟ كل عدلها من الأول. كلهم بسمه. شو شينا؟ ماجورين كلهم بسمه. كلهم بسمه. هذه لهجة بطلة بس ثقيلة شوي. وش برجك؟ وش برجي يا انا برجي يا طويل العمر ايش تسيب؟ يعجبني حسون صراحة، لا يآمن لا في الخرافات دي ولا في ايش. تعال ترى الابراج تمام، انك تدخل تبحث بس تشوف، انت ما تصدق بس تشوف، بس تشوف ايش يعني نظام الابراج وما ابراج. 40 يوم ما تقبل صلاتك تمام، واذا سألت شخص زي هذه اللي طاعت قبل فترة تنبؤات وقالت لك انت راح يصير معك كذا وكذا وصدقتها، انت هنا كفرت. من الاخير، من اتى عرافة فساله فصدقه كذب بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. خلي ولي حبيبي انا بس اسوي اتصال بلديه ما في. خلي ولي حبيبي ما يقبل ولد، انا باقي بس 7 شهر بعد نروح. يا اخي جوك جاي تهدده، هذا ترى مو فارقه معاه ابدا. مطرخ وحده بعد وملعون يشتغل في بار. ذيك المره اللي سويتها كذا جبت اشوف كيف المايك ذا اوكي زي ذي اوكي، جبتها عند سيراميك بلاط تمام، جيت سويتها كذا هي كذا تمام، جيت سويتها كذا انكسرت، بطلت اعيدها والله العظيم. ايه فهمنا، خربوا عليه، كنت ناوي اكمل تصوير بس خربوا عليه يعني. دام خرب عليه ف بكنسل التصوير صراحة، بطلت تصور والله العظيم. وإلى هنا قصة الحلقة، لايك واشتراك حتى تبدأ نجد عشان تغسل تبتعب عليك كانت تبع علينا سبت صلى الله عليه وسلم الله وحمد سبحانه العظيم و let's go مع السلامة.